العلماء الأعلام الأئمة المستهينين ضلالة وبدعة، فلماذا يأخذ من عنهم؟ هو يريد أن يجتهد ويقرأ الكتب ويدرس فيها ويستنتج كما استنتج أولئك. كنت في زيارة منذ 5 سنوات أو تزيد في الكويت في بيت الأخ الفاضل الشيخ عبد الله المطوع أحد وجهاء الكويت، وبعد تناول العشاء وكان في رمضان كنا نشرب الشاي، وإذا بشاب يأتي فيجلس بجواري ويرفع صوته يريد أن يسمع الباقين. قال لي: يا شيخ. قلت: تفضل. قال: الناس بالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته وفي الاقتداء به إلى آخره، إلى أن قال البعض إن بول الرسول صلى الله عليه وسلم طاهر ليس بنجس. قال: هذا نوعا ما قد يتحمل العقل، أما أن يؤتى للرسول بطفل ويقف ويبول عليه، الرسول يبول على الطفل، هذا لا أقبله. والطالب يدعي أنه متخرج من جامعة من إحدى الجامعات. قلت له: أين هذا يوجد؟ قال: هذا في صحيح البخاري. قلت: يا رجل، أي بخاري تقصد؟ قال: والله في صحيح البخاري والكتاب معي والناس يسمعون، اتينا بالكتاب. خرج إلى سيارتي وأتى بالكتاب، وإذا بالحديث صحيح، ولكن كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفة من الفهم السقيم. جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطفل رضيع ليحنكه، فوضع في حجر النبي يعني في حضنه، فبال عليه من بال الطفل في حجر الرسول، فنضحه صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث: نضحه يعني رشه بالماء ولم يغسله، فصاحبنا ظن أن الرسول وقف وبال عليه. قلت: لو كان بول الرسول ماء الزهر، لو كان عطرا ووردا، ما هو من خلق رسول الله أن يفعل هذا؟ ولهذا الجهل هو الذي سبب ذلك. وآخر يقف ويقول: يا جماعة، يا ناس، دعوا هذه البدع والضلالات، الله تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله، لم يتعبدنا بقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أئمة الضلال. وفتح كتابا في الحديث الشريف، وإذا به يخرج له سبحان الله. قال لهم: تعالوا ندرس ديننا من هدي رسول الله. قرأ: باب فضل حلق الذكر، هي حلق الذكر، شوفوا، باب فضل حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه، بدأ بالحديث هكذا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون حلق الذكر. وقفت حمارة الشيخ بالعقبة، ما دخل الملائكة في ذكور بني آدم؟ فواحد من العامة جالس قال له: يا رجل، سلطت لسانك على علماء أمة محمد فأوقعك الله، هذه حلق الذكر، حلقات الذكر مو حلق الذكر. فنحن مع أمثال هؤلاء يعني ضعنا وتهنا، وتجرأ الكثير منهم أنهم رجال ونحن رجال.